لقائنا متواصل ومستمر، كرحبوا بالجميع وغنمشيو مباشرة ناخذ مكالماتكم وناخذوا لاله خديجة من فاس. صباح الخير لاله خديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنشكرك اختي سكينه وكنشكر الدكتور بزاف، والله الا استفدنا منه بزاف. الله يجزيكم بخير. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يخليك. عندي واحد الطيسه الاسئله وبغيت نصوب بغيت نصوب الا نسلو. بغيت نسولك واش نحمر سلو ولا نحمر الا ولا ما نحمروش. والسؤال الثاني الله يجزيك بخير، بغيت كناكل واحد المعلقه ديال النخاله مع الماء ولا مع دانون ولا مع شلاضه، فهي واش نحمرها ولا لا؟ ولا ناكل لا بدون بدون عفاك بدون ذكر الماركات. الله يعطيك الخير. واخا ياغورت. نعم اصلا واخا شكرا. وواحد الاخت ديالي الله يجزيك بخير دارت تحليله ديال السرطان جبرتها طالعه. ايوا بغات دير صيام غير بالماء، واش زعما مودير الصحه ولا لا مزيان؟ الله يجزيك بخير. لا واش واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. حيت ما دارتش هي ما دارتش الشيميو، ما بغاتش دير شيميو، كدير غير نظام. شوف هو الزياره، شوف واخا انا نوجهك انا نوجهك ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. نعم هو شوف احنا دابا بدينا كندخلوا شيئا فشيئا في رمضان. الناس راه كيعرفوا الموقف ديالي انا من السلو. انا غنعطيكم شوف هذا رأي شخصي مبني على قراءة فيزيولوجية باش نكونوا واضحين. حيت قبل ما نقولوا واش نحمروا إلا ولا ما نحمروش، ما فيها بس نهضروا على السلو. السلو غذاء يرمز للذكاء اللي صوبه. علاش؟ حيت ملي كدير مكون ولا جوج ولا ثلاثة كتستافد من الفوائد ديال المكون الأول، ومن الفوائد ديال المكون الثاني، ومن الفوائد ديال المكون الثالث. الناس غايقولوا درنا جوج مكونات، فين كاين هاد المكون الثالث؟ هما داك الميلونج كيتسمى سكون أبيل ليفي كوكتيل. هاد ليفي كوكتيل بحال مثلا ملي كتخلط الخضر مع الأحمر كيعطيك لون ثالث، هذاك نسمو حنا نيو برودوي. هذه هي الفوائد العظيمه اللي كاينه في السلو، هذه ما فيهاش نقاش. السلو المغربي ما يصوبو ذكي جدا. فوقاش كان كيتعطى سلو؟ السلو كان كيتعطى الدريري مي كان كيدير الختانه لا سيركونسيزيون، ومعروفه علاش ومن بعد نهضروا علاش. السلو كان كيتعطى نهار السبوع كيتصاوب اكراما للناس في السبوع كياخذوه حتى هما بالحق كتاخذوا المراه ملي كتولد. راكم كتعرفوا الزميطه السفوف سلو كان كيتصاوب في السبوع ماشي غير باش ياخذوه الضيوف، لا بالاساس هو للمراه ملي كتولد، وهذه فيها حكمه علميه كبيره بزاف. سلو كان كيتعطى للناس الكبار. سلو كان على طول العام. هذه النقطه اللي بغيت نوصل للمستمعين. واخا بغيت انا ناخذ سلو في رمضان، عندي الحيز الزمني أنا من السحور للفطور. هذه قراءة شخصية واللي الناس لما جربوها لقوا المغزى الحقيقي في العملي. أنا يعني دائما أنا كنعطي ما هو علمي، لكن نتوما ديروا داك الشيء عملي باش غتأكدوا من المعلومة أو لا تنفيوها. أنا مثلا فطرت أدنة المغرب، فطرت ناخذ مثلا بيزات صغارين بالخميره البلديه، معمرين مثلا بالطون، معمرين بكفيته، فيهم خاص فيهم هادي جيد ما كاينش مشكل. خديت معهم حريره مثلا، اخا خديت مثلا حريره، يقدر مثلا ندوق واحد شويه مثلا من الطاجين ولا هادي. واخا هنا فين ناخذ سلو؟ راه هنايا واش غاتأذن المغرب ناخذ سلو؟ الا خديت سلو بالدارجه غيقهمني لان فيه مواد دهنيه غيشبعني، داكشي اللي غيجي من موراه غادي تهضم، والسلو باقي ما تهضمش غيعطينا فيغمونتاسيون. شوف الغذاء الصحي هو الغذاء ما انتج بطريقه صحيحه، وداك الطاب بطريقه صحيحه، والتنكل بطريقه صحيحه وبكميه صحيحه. هذا هو الغذاء الصحي. هنا نقول انايا سلو صحي ماشي نامبورت كيل مومون ناخذ انا سلو. احنا من مورا الفطور عندنا مثلا المغرب ما نقدرش ناخذه مباشره، من موراها مع الماكله ما نقدرش ناخذه مع الماكله،
من وراء الماكله ما نقدرش ناخذ وراء الماكله. علاش؟ لان عطيني تخمرات. شوف، لكل انسان عنده حريه الاكل، ما انا كنعطيكم غير الضوابط العلميه، راه هكا الشباكيه وهذا هادشي كامل غنجيو نهضروا عليه. واخا مشيت انا مثلا صليت التراويح رجعت، نقدر ناخذ سلو، نعم، ولكن راك غتنعس. دونك ملي غتنعس غيوقع لك مشاكل في الهضم. علاش؟ لان السلو فيه مواد دهنيه كتطلب واحد ثلاثه السوايع باش تهضم. زائد انني مي كنجي من التراويح عندي وقت مناسب ووحيد لاخذ الفواكه، انا ضيعت الفواكه. واخا نعسنا فقنا في السحور، فقنا في السحور غادي ناخذ العسل الى لقيناه جيد، غناخذ زيت الزيتون، غناخذ الزبده، غناخذ السمن مع بطبوط مع مخامر مع هادي. فين بلاصه السلو هنايا؟ الدنات الدن الفجر دخلنا في الصيام، فين غناخذ هاد السلو؟ هذه القراءه اللي كنعطي، يعني الحيز الزمني. انا كنقولتها في سنوات ماضيه، قلت انا المغاربه يستهلكوا السلو في 11 شهر الا رمضان. هذه قراءه شخصيه وبحكم التجارب، والناس يجربوها، جربوها، خذ سلو يلا غتفطر وشوف شوف شوف المال ديجاستيون اللي غتوقع لك، خذ سلو قبل ما تنعس وشوف المال ديجاستيون اللي غتوقع لك. مثلا كاين ناس غيقول لك اختي سكينه انا غنتسحر بالسلو اتاي. واخا تسحرتي بسلو اتاي غيجيك الجمعه على 10 الصباح. علاش؟ حيت ملي كتسحر بالبطبوط ولا بالمخامر ولا بالخبز هذه كطلعنا لا غليسيمي كتوصل جوسكا حتى 12 ونص، لان لاميدون كيطلع بشويه وكيهبط بشويه. حنا خصنا ماده نشويه في السحور، تسحروا فان في السحور بركه. بقينا ناخذوا سلو في 12 الليل، في الوحده، في الجوج، في ثلاثه، اربعه، هذو اللي بقينا فيه ناخذوا فيهم سلو. وهنا السلو هذا بالنسبه لنا لا يتعامل مع الجسم. انا اعطيتكم حيز زمني، وبالتالي قبل ما نهضروا على السلو، يعني واش هاد الا اولا الا بلا ما نحمروه، يعني ما خصوش يتحمر تماما، في الايام العاديه ممكن نزيدوه ما كاينش مشكل تماما. نزيدو، انا استغرب اولا استهلاك الياغورت، وهذه علامه استفهام. مي النخاله، علاش غنزيد انا النخاله في شي حاجه مع العلم انني كناخذ خمسه ثلاثه المرات الخبز في النهار، وبالتالي حتى الا ما كفاتناش داك النخاله اللي كاينه مع الدقيق واللي كاينه مع الحبه، اصلا نمشي نشري النخاله انايا ونزيدها عاوتاني، نزيدها مع الخبز ديالي. هذه بالنسبه للاخت ديال الاخت اللي اتصلت فيما يخص. شوف الصيام راه كاين صيام واحد، ما كاينش لو جون ادريك ولا صيام الماء ولا حقاش. مي كنقولوا الصيام على الماء هذه قصه اخرى عاوتاني، وهذا ليس بصيام، وتضر جسمك من حيث اردت ان تنفعه. فلنا حلقه ان شاء الله قادمه، حلقه خاصه على الصيام، لان غنهضروا على ما شابه الصيام، لان الصيام راه كاين واحد جميع الديانات، كاين الصيام واحد، ما كاينش الصيام المتقطع او لا الصيام على الماء او لا الصيام. شوف هادشي كامل حلول من اجل اننا نبقاو ديما شبعانين ونبقاو في ذاك البريستيج ديال الاكل، واخا ونتجنبوا اننا ما ناكل، لكن صيام واحد حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، هذا هو الصيام. شي حاجه اخرى نعم، الجوع المتقطع وهذه نعم، مي هادشي كان كيدار تحت عنايه مركزه في المستشفيات في قديم الزمن، ولم يكن يطبق في المنازل. بغيتي تصوم، صوم اثنين، الخميس، ايام البيض، 13، 14، 15، تسعاء، عاشوراء، وزائد رمضان. هذا هو الصيام الحقيقي، وهذا الصيام يعني الاسم الحقيقي ديال مصطلح الصيام. ما السرطان، السرطان عنده بروتوكول ديالو فيما يخص العديد من الامور. ان شاء الله مع اقتراب رمضان نهضروا على الوقايه من السرطان، وكيفاش نحميو راسنا من السرطان، وشنو سلوك الخليه السرطانيه. اعدى حاجه عند الخليه السرطانيه عقلوا عليها مزيان هو الاكسجين، مزيان كميه كافيه في الجسم والصيام، هادو جوج حوايج. لو تسالوا الخليه السرطانيه غتقول لكم اعدى حاجه عندي هو الاكسجين الجيد في الجسم ولا 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 والصيام. مرحبا. مرحبا. طيب ناخذ معنا مكالمه اخرى. استاذ معنا من دار البيضاء لاله خديجه. صباح الخير لاله خديجه. السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام. كيفاش تحليمي؟ الله يرزقك الفردوس الاعلى يا ربي، امين. كاملين ان شاء الله، بغينا كاملين يا ربي، جميع المسلمين وسكينة وكلنا ان شاء الله يا ربي، امين ان شاء الله باذن الله. سولك جاني التهاب العصب السابع، ولكن جاني ماشي بحده، جاني اقل من المتوسط. المهم نعست واحد، نعست معصبه بالليل
المهم حتى 12 هكاك حسيت فمي شويه بدعواج، المهم ما جانيش بحده ملي مشيت على الطبيب قال لي الحمد لله ما جاتش شي حده كبيره. عيني كانت واش هذه اول مره؟ هذه اول مره خديجه؟ مرة حياتي اول مره. نعم. المهم خرج لي الكورتيزون، انا غير خدت واحد 5 جوغ، انا عندي الفتق في المعده وما كنقدرش على الادويه، خدت 5 جوغ صافي المعده ماشي قتلاتني بزاف. قال لي خدي لي زونتياسيد، وهادي ونو لي زونتياسيد كتخدم واحد 4 وكنضمروا لي لاسيد كما كتقول الذهب ولا ما بقاش اسيد ولا باز، واقيلا وصل 5 ولا 6 ما بقاش الهضم. لا ولا لا الوجه ديالك وقع فيه شي، وقع فيه شي تغيرات؟ لا شويه غير فمي، فمي كنضغ وبقيت كلشي ما لا شتيني تبقى تقول ما فيها والو، ولكن انا اللي حاسه بيه. المهم شفت 5 جوغ صافي ما قدرتش، دابا شي 14 يوم باش طرا لي هادشي، ما قدرتش على المعده لان بقيت غناكل والو حتى شي فيتامين، بقيت غناكل والو الا درت هذاك الكورتيزون. دابا بغيت نعرف غير كناخذ دابا غير فيتامين بي خرجوا لي والمغنيسيوم، بغيت نعرف حاجه مساعده لمن، لان صافي الكورتيزون ما قدرتش عليه صافي كنقدر ناكل والو، نولي الرد ونولي ما قادرهش ناكل. بغيت نعرف واش نعم واخا شوف حيدتو شنو يمكن يطرا شنو حيت ما قدرتش واخا شوف انا نجاوبك ان شاء الله. انا بغيت غير نعرف واحد الحاجه، شحال الوزن ديالك خديجه؟ 57. معيش كتنعسي؟ عندي شويه الارق، انا كنمشي مع 10 كنبغي الناس. واش عارفه باللي هاد الارق عنده علاقه بالمشكل اللي عندك دابا؟ انا عندي الارق هادي شي 16 عام. واخا نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك ان شاء الله. شنو ندير غير نعرف التغذيه ولا شنو ندير؟ شكرا الجمعه المباركه. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل. شوف هو بارك الله فيك، هو اول حاجه العصب السابع والالتهاب ديالو، الالتهاب ديالو. بالمناسبه الالتهابات تستهلك الفيتامين دي، عقلوا عليها مزيان. اغلب الناس اللي عندهم دابا نقص الفيتامين دي ليست من اشعه الشمس، ونعطيو عندكم هذه المعلومه وسياتي زمان، وقولوا بلي راكم سمعتوا برنامج صحه وسلامه. علاش؟ لان احنا عندنا بلد مشمس اي بورتون الفيتامين دي ناقصه، وكتلقى شحال من واحد شي اختي سكينه ملي كياخذ شي واحد مكمل ديال الفيتامين دي داك 3 شهور الا ما دازش بشي حالات صعبه مع النظام الغذائي وكدار لا كوريكسيون. شنو لاحظنا؟ لاحظنا ان الناس اللي كيركزوا على الفيتامين دي وياخذوه كومبليمون وياخذوا الماكله ديالهم ودوزوا شي حالات صعبه خلال داك 3 شهور كيجيو بناقص بفيتامين دي 12 نانوغرام 14 نانوغرام. وهذا يؤكد واحد المساله دائما قلتها، الالتهابات مستهلكه للفيتامين دي. واش عارفين باش يتم تحويل التربعة لتي 3 غده درقيه خصك الفيتامين دي؟ هذه مساله اساسيه. الالتهابات وقله مي كيكون عندنا التهاب ويتستهلك الفيتامين دي، والفيتامين دي يهبط ل 10 نانوغرام، ومي كيهبط ل 10 نانوغرام كندخلوا في واحد السيركل فيسيو، كتولي الجسم خصو الفيتامين دي باش يقاوم الالتهابات. كاين كتلقى واحد الالتهابات كيطولوا، علاش؟ لان كيكون مونك ديال الفيتامين دي، لان الفيتامين دي هي من الوسائل اللي الجسم كيحارب بها ليزانفلاماسيون وكيتعاملوا معها، وكتكون واحد ليزانتيراكسيون مع ليزانترلوكين، معروفين ليزانترلوكين. فعلاش كنقول هذا الشيء للاخت خديجه؟ علاش سولتها انا واش عندها ارق؟ وانا متاكد غتقول لي عندي ارق. علاش؟ لان واحد الاشاره، وشوف وفهموا الجسم عافاكم، لان الجسم عنده لغه. انا متاكد باللي اي واحد جاه التهاب العصب السابع هي كانت اشاره من قبل بواحد العياء بواحد الارق، وهذا الارق جاي علامه للالتهاب. فشنو خاصك ديري؟ انا ما غاديش نناقش المساله ديال لي كورتيكويد، غتشوفيها مع المختص ديالك، مي انا كمختص في التغذيه غنقول الا خديتي لي كورتيكويد خاصك تعرفي شنو ديري مع لي كورتيكويد. الاكل يكون اكل جيد. علاش؟ لان لي كورتيكويد هذه راه مكتوبه في النوتيس. لي كورتيكويد كيقيسوا لنا البوتاسيوم، كيقيسوا لنا الكالسيوم، وكيقيسوا لنا حتى الانسولين، وبالتالي خاص اجراءات. بغيتي تتعتمدي يعني على الجسم ديالك والمسائل الاخرى في نقاش مع المختص ديالك، باش هكايا ما نكونوش كنشجعوا على هذه لان ماشي المجال ديالنا هو التخصص ديال التغذيه. فعندك لي كورتيكويد ديالك انت، حاولي خلي الجسم ديالك انه حتى هو ينشطهم. شنو هما؟ هو ان الغده الكظريه هي اللي عاطيك هذاك العياء، والغده الكظريه هي اللي عاطيك هذاك الارق، وبالتالي الغده الكظريه في الخارج ديالها
حيت فيها الميديولو سورينال وفيها الكورتيكو سورينال. الميديولو سورينال كتعطينا الدوبامين الادرينالين والنورادرينالين، الكورتيكو كتعطينا ثلاثه الحوايج من ضمنهم الالدوستيرون دي اش او اللي كيعطيو الهرمونات الجنسيه، وكذلك يعني الكورتيزول. فالنوم الجيد والكافي، النوم الجيد والكافي عافاكم الله يعطيكم الخير، داكشي اللي غديروا به العشرة د الليل و 12 ديروه في الصباح بكري، والله الا نصيحه ذهبيه، بين العشرة د الليل و 12 د الليل ديروه في الصباح بكري، وكيولي غير ولف شويه بشويه شويه بشويه، فكيولي دابا نيت. دابا الناس راه مقبلين على رمضان، راه غيبقى يولي السهر ولي بزاف ديال، علاش في رمضان غنسهر انا؟ انا مي غنجي من التراويح مباشره غنمشي نرتاح، مي غنمشي نرتاح ديك الساعه نوض بكري من ورا الفجر، علاش نرجع انا للناس؟ كاينين ناس اللي كيرجعوا ورا، وكيولي اختي سكينه عندي شي موعد تيدوز رمضان، عندي شي حاجه نديرها تيدوز رمضان، عندي شي بني غنبني تيدوز رمضان، عندي شي عمل غندير، علاش 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 تيدوز رمضان؟ علاش واش رمضان؟ وي واش رمضان اختي سكينه شهر الكسل وشهر العمل، والقران الكريم غزوه بدر، تصور غزوه بدر اللي غتبغي تخطيط ذهني وقوه بدنيه، غزوه بدر كانت في رمضان، نزول القران الكريم كان في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، وبالتالي رمضان خاصو يتزاد لو غوندومون، خاصو يتزاد النشاط، ماشي ينقص النشاط. مي حنا كنشوفوا امور اللي هي يعني نستغرب لها، الحمد لله ما بقاتش بداك الحده، ولينا شويه بشويه منسوب ديال الوعي بدا يرتفع، وبالتالي اختي الكريمه حاولي تركزي على النوم ديالك، على التغذيه ديالك، وان شاء الله الحمد لله هذا العصر السابع راه بعض المرات كيجيب شلل، بعض المرات في الشفتين، بعض المرات في الوجه، ما هذه الحده ديالو هي إشارة لك أختي خديجة، إشارة لك بتزيدي تجتهدي في نمط الحياة ديالك، باش إن شاء الله ما يعاودش يرجع، ماشي نكملوا بهذا النمط هذايا ويعاود يرجع بأكثر حدة إن شاء الله. والله إن شاء الله كنتمنوا الصحة والسلامة للجميع، وأي واحد يعني الله يرزقه الصحيحة، وكما كنقولوا له لا يحرم شي حبيب من الصحيحة ديالو. وأمين يا ربي أمين. تحية كبيرة لك أستاذي لالا ختك وجمعة مباركة، إن شاء الله نتلقاو يوم الإثنين بإذن الله. إن شاء الله. الله يطول عمرك إن شاء الله. ومشكور جزيل الشكر على كل المعلومات اللي تقاسمتيها معنا.